عليك كل نهار أربعة وجمعة من 9:30 الليل على راديو مسك مع وسيم ولبنى. عسلامة ومرحبا بكم ناس الكل، أنا اسمي وسيم. انتم اليوم معنا على راديو مسك في أول إبيزود متاع الإميسيون الحوت عليك ديريكتومون من البحر الأزرق. الإميسيون هذي باش تتابعوها إن شاء الله كل نهار أربعة وكل نهار جمعة من 9:30 الليل على راديو مسك 106.9. أنا اليوم فرحان اللي معايا سوق بلاتو لبنى اللي باش تتابعوني أنا وياها إن شاء الله كل إميسيون باش نحاولوا نقدموا لكم فيهم ديز أرتيست تعرفوهم، ديز أرتيست جدد زادة في اللعب في الديزاين في الفود في الفاشن في الميوزك. باش نحكيوا معهم على الباركور نتاعهم، باش نحكيوا معهم على الباسيون اللي كيلي زانيم ملي هما صغار ولا حتى كي كبروا كونت ايزون ديكوفير لوغ تالون. لبنى عسلامة. عسلامة وسيم. خليك تقدم روحك لبنى خاطر انا ما نجمش نقدمك. لبنى سعيدي باش نكون كيف مع وسيم على راديو مسك 106.9. أنا نخدم برشا في المجتمع المدني ولكن عندي اهتمامات برشا بالثقافة وبالميديا. دونك باش نرافق وسيم في الرحلة هذية معاكم، باش نحكي وزادة على ان ايفينمون مهم برشا للاي سي اس ار كولتور ستوديو اللي هو ذا ويل فيستيفال اللي باش يجيكم في ماي. نعطيكم لي ديتاي زادة وان شاء الله تعديو معنا وقت مزيان مع الناس اللي باش نتدعاوهم وباش نشيخو معاهم ان شاء الله في ماي. Exactement. هو ديجا لو شوا نتاع الاسم نتاع ليميسيون الحوت عليك خاطر تراو خاطر نتوما صحيح تبعوا فينا على الراديو مي زاد تنجموا تتفرجوا فينا اون باراليل على لي ريزو سوسيو نتاع مسك نتاع اي سي اس على يوتيوب وعلى فيسبوك، معناها تنجموا صوت وصوره زاد. مش تراو فما بالين معلقه، البالين هذه هي الحوت بالعربيه الفصحى، البالين تتقال حوت. سي ان جو دو مو اخترناه باش يكون ليميسيون هذه très symbolique زاد بلو فات اللي هي تتصور وتتعدى في البحر الازرق. صحيح ما فماش حوت في البحر الازرق، ما احنا حاولنا كيفاش نعملوا هكا ان ديكور مزيان يخلي الناس الكل تدخل معنا في المود هذا وتتبعنا ان شاء الله شهر رمضان وحتى بعد ان شاء الله في العيد. شنو هو اي سي اس وسيم؟ عدينا انت تسالني. اي سي اس هي ار كولتور ستوديو، هي سي ان ستارت اب ان فات كي ا فيو لو جور عام ناول في وقت الكوفيد. العباد اللون ديكوفير بالفستيفال بالويل فيستيفال وين عارفوا احنا شكون وشنو هو الميسيون نتاعنا. الميسيون انا ديما نعاودها، احنا نقول موجودون هنا باش اون ايساي دو ريانفونتي لا سوسيتي ا ترافير لار اي لا كولتور، وزيد نحاولوا نلموا الشمل معناها كو سوا نتاع لي زارتيست ولا لي بارتنير. دونك ايميسيون كيما هكا ما كانتش تنجم تكون تتعمل سون لو بارتناريا مع راديو مسك اللي احنا فرحانين برشا زيد اللي رجعت في وي. في حلة جديدة حلوة اي. والإكيب تكنيك اللي ليها بالبرود تعرفوا عليهم زيد الأولاد بشوية والبنات زيد والبنات ديما انت اسمع نقسموا تري بيان. دونك زيد باش نستقبلوا معنا زيد في الإكيب بعد بشوية تنعرفوكم معنا دوتر روبريك، معنا سيريز، معنا زينب، معنا دادي. دونك بخلاف لي زانفيتي نتاعنا باش يكونوا فما دي روبريك قارين زيد باش نعملوا معهم برشا جا. اكزاكتومون، احنا ليميسيون هذه الاولانيه باش تكون البيوت نتاعها نعرفوا العباد اللي تسمع فينا واللي تتفرج فينا على ليكيب على المحتوى نتاع البرنامج، وبشويه بشويه باش نحاولوا نخلقوا رونديفو كيما حكينا كل نهار الاربعاء كل نهار الجمعه من 9:30 الليل على راديو مسك، ينجموا يسمعونا ويشوفونا ويتابعونا. اليوم لي زانفيتي اللي باش يكونوا معنا نورمالمون دوز ارتيست كانوا حاضرين في الويل فيستيفال، احنا اون ليزا ديكوفير كيما الناس الكل على لي ريزو سوسيو على يوتيوب، ناميرو وستو. دونك هما باش يكونوا اليوم باش نبدا بهم ليميسيون، باش نخليو العباد اللي ما تعرفهمش تعرفهم اكثر وتعرف خدمتهم وزيد تكتشف الموند نتاعهم الكل. وكيما قلت انت قبيله les chroniqueurs l'ordine de Mana Cerise ou DADY ou Zayneb هما بيدهم سي دي زارتيست زاد كيف نحاولوا نعرفوا بالكوتي ارتستيك زاد نتاعهم شنو يعملوا ومن بعد ندخلوا معاهم في لي روبريك نتاعهم بشويه خاطر Cerise sur le gâteau. Cerise زاد باش تكون انفيتي باش نحكيوا معاها بالكدا على شنو تعمل زاد ابار الروبريك نتاعها كيما تفكرها تفديك قلنا شيري اون ذا ويل
نجموش نعلقوها نجموش نعلقوها نكون بحدينا بحدينا سور بلاتو. بعد البريزونطاسيون هذه نتعداو نسمعوا شويه موسيقى وبعد نرجعوا سور بلاتو مع اول انفيتي نتاعنا. خليكم معنا على راديو مسك 106.9. رجعي The revolution won't be televised. The revolution will be streamed live. Join the movement. Join the tribe. So yes, sir. الحوت عليك كل نهار أربعة وجمعة من 9:30 الليل على راديو مسك مع وسيم ولبنى. مرحبا بكم من جديد. محليه الرول الجديد هذا متاعي متاع انيماتور. تعرف اللي انا كي بديت الفوتو عمري اللي كنا نتصور اللي باش نتحط هكا قدام ميكرو ونانيمي اون ايميسيون معايا دي زانفيتي محليهم كيفكم. دونك رجعتوا انتم توا تسمعوا في راديو مسك 106.9. رجعنا مع لو برومي انفيتي متاعنا ناميرو. شحوالك؟ الحمد لله. ساعه شربتكم. مرحبا بيا حداكم. ام فيلينغ بريمير اكسبيريونس راديو دونك اني معاكم نفهم في روحي. دونك هذه اول اكسبيريونس تاعك على الراديو؟ وي وي اول اكسبيريونس في الراديو. اما ما تصورش اول اكسبيريونس قدام ميكرو؟ نو نو عندها مدة فما 10 سنين قدام ميكرو. كل مرة نجرب في حاجة خلاف حتى أغنية معناتها نجرب في حاجة تخليني نجرب في صوتي شنو ينجم يعطي. سامحني قاسيت عليك. ناميرو انا اول ما عرفتك في الويل. ايه عندها توا 7 شهور الحكايه في سبتمبر اللي فات. اما اللي ناميرو كيفاش بدا ومنين وعلاش هذاك كله ما عندي عليه حتى فكره. دونك حاب نسالك اول سؤال. اسمك الحقاني شنو ناميرو؟ وائل نمري. لقب نمري. ناميرو هو اول حاجه ماهوش ليكي نتاعي انا اللي تي التربيجة متاع ولد عمتي الله يرحمه اللي تي ان فخير مرضع ودوك ان خويا مرضع توفى يرحم. جي بريفيري من سيدي عايشك. جي بريفيري انه تقعد يقعد الاسم نتاعو يعيش وزيد اسم فاميليا معناها تربيجة الفاميليا. دونك مور اوف ريسبونسابيلتي. اوكي تكون الحكاية هكاك. موزيكا موزيكا انا من اللي حليت عينيا في الدار الوالدة تسمع برشا موزيكا. الوالد كيف كيف يغني وزوز فما بوتنسيال فوكال متاعي عديوبي في الوقت كيبدأ يخدم يغني كي تبدأ أمي طيب تغني. شنو تغني أكثر حكاية أمك؟ أمي مغرومة بكذا السير برشا برشا برشا. تتعارك هي وخالتي على الباروليت كي تغلط أمي في بارول يتعاركوا مع بعضهم. كي يغلط كذا السير في الشكل شنو يعملوا؟ لا يغلطش كذا. فوالا يصيفر معناها هي وياه يصيفروا اللي يغلط يكبش في خوف. دونك من الدار ومن الانفيرونمون هو اللي خليك تطيح في الموسيقى نقولوا احنا. والله باهي l'environnement j'étais كيف فيش معناها وين كبرت انت؟ انا كبرت في بني خيار نابل. عشت الغادي حياتي الكل نجم نقول من دور معناتها كل مره نمشي البلاصه نرجع لتيلا قصرين زلفين نمشي البلايص اللي تولدوا فيهم امي وبابا. مشيت عملت طلع الروتس نتاعي ايش فيهم ايش ما فيهم ايش سمعت موزيكتهم في العروسيات غادي فما برشا حاجات غريبة الأطوار في الريتم تحس روحك بطل غانا ولا فما موزيكا تحسه في لاكوتي مغادي مقصوص السرة ونسمع حاجات هكا في الباكين تراكس نتاعك ساعات ارحي واطلع ذوكن يرجعوا للروتس. حبيت نعملك الميلانج انتر وائل اللي تربى في نابل وائل اللي دار في تونس وائل اللي بوهم ومن مقاسرين. حبيت لمهم الكل مع بعضهم في وسط الكاركتير متاع ناميرو اللي هو واحد من الكاركتير اللي نجم معناتها نحكي عليهم ارتستيكمون. دونك وقتاش قلت انا نحب نعمل موسيقى ولا نحب نولي رابور معناتها خرجت من الباسيون ولا ممكن ما نعرفش زاد حتى كلمه رابور اسكو صحيحه ولا لا انت تقدر روحك حاجه اخرى؟ اونيتمون ما نحبش نحط روحي في صندوق رابور خاطر السوسيتي نتاعنا تحكم برشا. نجم تكون طلعت تيت الراب خطف ويوليو يحبوا يتعاملوا معاك على اساس تراك اكثر حتى من رابور انه التراك هذيك عجبه يحب منه برشا. مي انا وين وقتها انا الفلام تاع كرياسيون هذيك وكيفاش نقعد نخمم ولا تجي وحدها مثلا فكره تبني
نجم نعمل حاجات اخرى بخلاف الراب معناها نجم تقول نجرب اكسبيريمونتي برشا اكسبيريمونتاسيون في خدمتك نميرو كي نسمعوك زاده تحكي في حكايات تخرف للصغير في بلاصه الصغير باش يسمعوا الوالدين بصوت الصغير عندك دي انسبيراسيون من الشعر من اللغه العربيه الفصحى يمكن حتى فما شويه كلمة الصوفيه في اللي ريتم ولا ساعات في الكلام من القران لي انفلونس هذوما خاطر برباش برشا علاش ميرسي بيان ميرسي بيان انك عملت ريشيرش وجوستومون نحب نختص معاك في هذا شنو يحب يوصل لنا نميرو شنو لي ميساج ولا شنو بتدخل لو باركور هذاك الشومينمون تاعك كرياتيف كي تخلق شنو تحب تماركي والله نحب اونيتمون يكذب عليك ارتيست كان يقول لك ماهوش يجري على لاتونسيون كلنا نجريو على لاتونسيون مي شاكان بريفير حاجه يتيري بها لاتونسيون فما اللي يتيري لاتونسيون بلبستو فما اللي يتيري لاتونسيون مانيش عارف طريقة الحديث نتاعو نحب انا مثلا نتيري لاتونسيون بالكونسيبسيون والحكايات لي زيكسبيريونس نتاع العباد اللي ما عندهاش صوت معناتها في وقت من الاوقات عشت معاهم في حياتي وحسيتهم خير مني في برشا حاجات مي ما لقاوش فرصة حبيت نوصل لك القصص اللي عشتهم مع العبيد ونحاول نعمل فيهم ratification تنقيح صغير متاع تولي حاجة غلاتيف متاع أي واحد باش يسمع النجم يقول صارت عليا لقطه هك دونك كلها في بعضها بخلاف الحكاية هذه متاع أني نحكي على العبيد جفو صوتي أنا نحب نبين ما بين ألف واحد يغني هونيتمون لازمني نبين خاطر فما باش نحكيو مثلا في الموفمون كولتوريل في تونس اكثر حاجه مثلا تنجم تطلع وتهبط في الموفمون هي الكومبيتيتيف بين كومبيتيتيف الكومبيتيسيون في وسط الكومبيتيسيون في وسط بعضنا اللي توصل في مرحله انه صاحبك وتحبه على الاخر مي وقت اللي تعطيه نصيحه يحسك تتكبر عليه هذيك الحاجه اللي توجعني انا مثلا لي زامي لي زارتيست مين كنقول له مثلا يبعث لي هو مثلا تراك نقول له راه هذا ناقص مثلا زيد شوف يحسها درا كيفاش مي بالرسم نحس انه ينجم يعطي ما خير في وسط الحاجه اللي بعثها لي انا لحظه بربي في قص عليكم خاطر نميرو فما برشا عباد يمكن ما تعرفكش اما ديرنيرمون سامعوا فما موزيكا دارت برشا نتاع نميرو نصور باش نعديوها توا نعديوها يسمعوها ونعاودو نرجعو سيغ بلاتو نصور باش يعرفوك اكثر ونجمو نكملو من بعد في اللي دينا فيه نمشيو موزيكا ونعاودو نرجعو سيغ بلاتو الحوت عليك الحوت عليك نميرو الحوت عليكم الناس كل اللي تسمعوا فينا انتم تسمعوا في راديو مسك 106.9 رجعنا دوزيام بارتي مع الانفيتي نتاعنا نميرو نصور بالغنيه اللي تعديت توا العباد سور عرفتك تلمو الغنيه تعديت الحمد لله كيفاش صارت الكولابوراسيون هذي والله اون انفيتاسيون جيت من ريد برود كلموني قالوا لي التراك عجبنا نحبوا نخدموا un spot publicitaire قعدت مع ديريكتور فما سيسيمي مسعود فما عنده في راسه ما يقول فما ريفيرونس حاضره قبل ما نجي نحكي معاه حطني في الطبق اسكو هذه الاكسبيريونس نتاعك كنت تخيلها كي كتبت الاغنيه وخرجت على اليوتيوب عندها قداش عندها برشا عندها 6 شهور 7 شهور تراك من 2018 اوكي تراك مكتوب من 2018 اونيتمون قاعدين في سوسة انا والولاد في الدار ونسمعوا في البيت فيه الطبلة وفيه الاذوقن الكل قلت له برجولية الباكيت لازمهم يكونوا متاع قصبة متاع ريحي وطلع واذوقن ونشوفوا هوك جميل ينجم يخطف معاها مشي تحليلنا خطفة تحليلنا حاولت في الاخر ممكن ما نعرفش لاحظوها ولا ما في اخر التراك في شيء تبارو لي تدخلوا تتفرجوا في اخر التراك خليتك نسميوها احنا التخميره نتاع العيساويه عندنا في ابن خيار تخميره العيساويه في ابن خيار حبيتك اللي يكون فما ايكيب كبيره بالبناتر ويغني وحليلي حليلي ناب سور ان ريتم نتاع الكابون نتاعنا حاولت نعمل الفيزيون هذيك اللي كنت نحكي لك عليها
أنا كعمل سجلت تراك خامم في كليب وهبط إيلي بعد هبط زوز أخرين على نفس البيت بعد هبط شكون آخر دونك استحفظت به تراك خليته فوقي لأن جيت اللحظة اللي شفت إنه ساي نورمال ما ينجم يخرج دو التراك والحمد لله. بس كو هذي الاكسبرينس هذي تخلي ناميرو يزيد يقدم أكثر في الخدمة اللي يخدم فيها ولا شنو بدلت فيك؟ ممكن زيد عطاتني بوش أكثر باش نزيد ديفلوبي من روحي ندخل نشوف مع روحي لداخل شفما شنية حاجات النجم نزيد نطلعهم أكثر خاطر مثلا أنا مثلا دور في الشارع في ابن خيار يقولوا لي وينه جديد راهو حاضر راهو فما جديد مي وقته والمليح ما يبطاش ياخذ وقته وي ياخذ وقته دونك نعطيه وقته ونخمم فيه مليح نعمل له كونسيبسيون نشوف روحي شنية الحاجة اللي نحب نمسها ونشوف روحي كيفاش نمس هذيك هل اني باش تعيش ولا ما نحبش نعمل التراك نتاع ولا ان بروجي ولا حتى اون فوتو باش نهبط اون فوتو لازمها تكون فيها حاجه لازم تكون وراها حاجه تنجم تعيش خاطر انا باش نموت لازمها تعيش هي معناها نعرفش لبنى انت انا وياك كنا حاضرين في الويل فيستيفال عام ناول صحيتك تقرا في افكاري تقرا في افكارك وتتفكر البرفورمانس اللي عملها ناميرو شنو اللي جا في مخك اللي جي في مخي في فات الكونتراست ولا مش كونتراست في فات وقت اللي ريتك في معناتها في التراك هذاك بيد وحليلينا في حليلينا ريتها النام تاع نميرو ماهيش تاع ابن خيار تاع قسرين فريمون لبسها الكلمه جمله لبسها وعايشها لنا ميريتو في تبولي اللي يمكن الناس كل تعرفوا الباك ستيج نتاعهم الشباك الصغير والميكرو واللونجل هذاك فيرمي وهو يتحرك نحس فيه محصور في كل الكادر هذاك نهار اللي ريتو في الويل كليسين الحمد لله كليسين ان فري بوكسور ان فري فايتر شنو حسيت انت وقتها اونيت مو انا تذكر الورقه اللي وريتها لك كتب لك فيها مباح النهار الثاني وقتها بريمير جورني في الويل الاول بيرفورمانس نتاع كازمك اول مره نشوف كازمك بيرفورمي لايف ما نجمتش نشد روحي وانا ديجا اول بيرفورمانس نجم نقول اني انا باش نتعامل باش نطلع سور سين باش نتعامل مع لي زارتيست في وسط الفستيفال ما نجمتش نشد روحي غنيت مع الالبوم الكل تبحيت النهار الثاني قعدت في الدار نشرب في العسل والماء والسخون والنوفافين الكل عملتهم النهار الثالث ساكت وندور وشادد ورقة ونقول لهم راني مبحاح جست باش نشد صوتي ووصلت هونيت مو ما هوش هذيك المية بالمية مازال فما إن شاء الله البرفورمانس الجاية نعملو حاجة مخير فما برشا عبيد يمكن يسمعوا الموسيقى وما يعرفوش كيفاش تتخدم الموسيقى هذيك بروسيس كرياتيف متاع ناميرو كيفاش من مخك للورقة للميكرو كيفاش تصير العملية والله شوف البروسيس ما هوش واضح مش نكونوا واضحين معنا عادي ندخل الاستوديو نبدا نكتب عادي كيما نمشي الاستوديو كتيبتي حاضرة عادي كيما نقعد قدام الميكرو نقولهم فما تركيت تعملوا في ربع ساعة ميكساج ماستورين كتيبوا بيت ميكينج كلهم مع بعضهم اما نحبذ اني كيفاش نخدم انا بروجي كامل نحب نعطيه وقته خاطر باش نبلفته باش نتبلفتين والحاجة الأخرى حتى بخلاف البروسي كرياتيف ممكن الإكسبرينس هذه جديدة علي يعني ندخل في اندستري ولا في حاجة لاحظت أنه الحاجات اللي لازم نركز معهم أكثر هو حقي كأرتيست وذا أنت حبيت تحكي عليه زادا شنو هي وضعيتهم لزارتيست اليوم لغابور مي لزارتيست الكل برجولي نحب نكون صريح نحس أنه فما في الموهمة التونسية عنا جهل نعرف الكلمة دركي فيش ميش فما جهل ما نعرفوش نتعاملوا مع دي كونترا بالحقوق جهل بالحقوق حقك انتي مع انت حق المؤلف وببلشنج رايتس والسينك رايتس لازمك تقرأ برشا وتفهم روحك خاطر باش تحط ورقة وستيلو وتصحح اسمك لازمك تعرف روحك علاش صححت باش نهار اخر تقعد جو كن ريقل تجي ذيك العمل اللي انتي خرجته وفخور به هي وز يرجع لك الاوت كام اللي انت تستحق هذيك الحاجه اللي نتمنى انه ليزارتيست توينس يركزوا مع حقك تراكك امشي سجله بالنسبه ليك نميرو يمكن زاده
انت اللي تعديت بهم الحاجات هذوما مش من دور زاد الفنانين اللي تعديو دي اكسبيريونس هكا يوعيو غيرهم يوعيو جدد يعديو الميساج يحكيو دون لي ميديا هذيك اش عمل هذيك اش حبيت نعمل مع انت في اقرا الاولاد برجوليه الاولاد وين الكاميرا اقراو عطيوني هذيك اقراو برجوليه اقراو شوفوا حقوقكم شنيه معناها ركزوا معاه البحث افهم انت مثلا حقك كمؤلف شنو حق التوزيع شنو هو حق النشر شنو هو حق الترخيص شنو هو شنو كيفاش تتعامل مع تيلي كيفاش تتعامل مع راديو في الاول وفي الاخر باش تربح انت وباش يربح اللي معاك هذيك هو الموضوع كل وقت الحوت عليك ناميرو قول الحوت عليك ميرسي اللي كنت بحضينا كنا نتمنوا نزيدوا نحكيكم ونحكيوا معاك اكثر باش نعاودوا نشوفوك ان شاء الله في الويل في الويل الثانيه بقدره ربي باش تكون حاضر معنا لبنى عندك شي حاجه تضيفها قبل ما نتعداو للروبريك اللي بعدها فما جوست كلمه قالها وقت اللي عملوا له الانترفيو نميرو في بوبلي قال نحب نوصل لمخخ العباد دونك هذيك اللي قعدت في مخي تحس روحك وصلت لمخخ العباد اليوم الحمد لله فما عباد وصلت لهم الفكره ما تعب في حقه تعب الكل في حق نعم فيه ماهوش لينا برك نعمل فيه العبد الكل يعطيك صحة ناميرو احنا فرحانين اللي كنت معنا نتعدي وتاول الروبريك اللي بعدها ساكوندو هيرتز مع زينب The revolution will not be televised The revolution will be streamed live So join the movement and join the tribe 52 هرتز مع زينب عسلامة عودنا رجعنا مرحبا بكم مرة أخرى في راديو مسك على 106.9 نورمالمون اللي تفرجوا فينا باش يشوفوا انفيتي جديد زادنا سور لو بلاتو زينب عسلامة شحبيتك عسلامة عسلامة وسيم عسلامة لبنى عسلامة زينب للي ما اللي يسمعوا فينا من أول إيميسيون تصورهم عقلوا وعقلوا صوتك انت اللي تقول الحوت عليك وحنا نقول لك انا راديو مسك فوالا سي سا مانيفيك زينب جيت نقول لك شحوي لك مره اخرى تالمو الصوت نتاعك يخدر كي نسمع انت عندك روبريك اسمها 52 هرتز شنو هو 52 هرتز وعلاش 52 هرتز يا روبريك 52 هرتز نحكيوا عليها من بعد اما قبل نحب نسالكم سؤال اللي هو قداش تسخالوا لو ريكور مونديال نتاع الدايف اللي وصلنا له احنا كعبيد دايفين قل غطس معناه خمسين مئة متر تحت الماء okay, الغطس مئة متر ليه أكثر ريكورد دي موندرا كيلومتر مئة وخمسة 332 متر اللي هو وصل له غطاس مصري اسمه أحمد قبر أما en contrepartie لويز كي باش نحكيو على لويز ينجموا يوصلوا حتى ل 2000 متر تحت السيرفاس نتاع الماء اللي هي حاجه ما نجموش نستخيلوها بلاصه ظلمه ميستيريوز اما في نفس الوقت كي نخمو في لويز فما برشا دي سيميلاريتي نجموا نستخيلوهم ورغم اللي بلاصه ما نجموش نستخيلوها وين ينجموا يوصلوا 2000 متر تحت السيرفاس نتاع القاع دونك في الظلام هذاك لويز يستعملوا ان سيستيم سونار قوي برشا باش يتعاملوا مع بعضهم وباش يحدوا البلايص نتاع رواحهم اسمها ايكولوكيشن دونك يستعملوا ساوند باش ينجموا يشوفوا السراوندينغز اللي دايرين بيهم قداش بعاد عليهم وكل ويستعملوا حاجه اخرى الساوند يستعملوه في حاجه اخرى اللي هي مهمه برشا اللي هي الريبرودكسيون اوكي التكاثر نتصور كي فما نعرفش انا مشكله ولا عركه في الحومه بتاع البالانات تصفير وكصوت وصفير هو قبل التكيف كواسر جوانب تصفير هو نصور قبل التكيف فما كوميونيكاسيون دونك يستعملوه للكوميونيكاسيون بيان ايفيدامون للتكاثر ويعيشوا في مجتمعات تشبه ياسر المجتمعات نتاعنا يعيشوا في عائلات ويعيشوا في دي تروب دونك يستعملوا عندهم كل تروب عندهم ديالكت معين للتروب هذيك وكل انديفيدو كل ويل انديفيدو لوحده عنده بيتش وعنده سرعه معينه في الفريكونس نتاعو دونك هذا مهم على الاخر على خاطر يظهر لنا كيفاش الويلز يستعملوا الساوند ويستعملوا ويعيشوا في دي كوميونيتي يقويوا بعضهم برشا دونك بالفريكونس يعرفوك انت بنت فلانه ولد فلان في اكزاكتلي كيما احنا بالضبط عندهم العمه والخاله والجده وفي هذا الكل
فما ويل واحد برك عنده فريكونس اعلى من الفريكونس اللي يستعملوهم الويز كل. الفريكونس نتاعو 52 هرتز، معناها ما ينجم يسمعوا حتى حد، وحتى فما ويلز يسمعوه ما ينجموش يفهموه، يعوم وحده. موجود هذا في الدنيا؟ يس، تكتب 52 هرتز في جوجل وما غير ما تكتب ويل اول حاجه تجيك هي الويل هذا. استعملوا ياسر في البوب كلتشر، واستعملوا وعملوا بيه زاد الحكايه نتاعو خرجت في برشا افلام، واللي والفكره اللي فما برشا عباد سي سيدونتيفي في الويل وفي السوليتود نتاعو في الاوشن، اللي هي حاجه نجمو نستنتجو بها اللي احنا من العيشه نتاع الويلز از كلتشر ولا از انديفيدو وحده نجمو نلقاو برشا دي سيميلاريتي ما بيننا احنا كعباد كإنسان وانسانه والويلز، وهذاك علاش احنا نسي سيدونتيفي في الويل ان توكا. دونك احنا ان شاء الله ما نحسوش روحنا وحدنا كيما الويل هذيك غارق معناها في 2000 كيلومتر ولا قديش نسيتو شيفرة الموبايل. دونك البروبريك هذي 50 هرتز تسمعوها كل معناها كل اربع وجمعة، باش تجي زينب تحكي لنا على حكايات هكا عميقين برشا كيما حكيت الويل، باش نحاولوا معها هي زادا نكتشفوا برشا حاجات اون ليان مع العالم البحر الحوت سورتو كلمه الحوت، خاطر برشا عبيد ما يعرفوش اللي قلت هنا قبيله ما نعاودها، راهو احنا الحوت هو لبلان والسمك بالعربية الفصحى هو الحوت بالدارجه. دونك في نحاولوا نرجعوا برشا لبلاستو، نرجعوا الحوت لبلاستو، نجموا نرجعوا الحوت لبلاستو. أما قبل ما رجعوا الحوت لبلاستو مش انت تحديوا الموزيكا مش نسمعوا شوية موزيكا ونرجع لكم بعد تقول لك كيف رجعوا الحوت لبلاستو. حوت عليك. The revolution will not be televised. The revolution will be streamed live. Join the movement, join the tribe. Your favorite cherry, Cerise. الحوت عليك كل نهار أربعة وجمعة من 9:30 الليل على راديو مسك مع وسيم ولبنى. عسلامة عسلامة مرة أخرى، رجعنا بعد الفاصل الموسيقي هذا اللي كنتوا تسمعوا فيه avec une autre invitée. مانيش أنا باش نقدمها، باش نخلي لبنى هي اللي تحكي عليها. نجم نقدمها لكم بالقدا. تصور أكثر عبدي نجم يقدمها. علاش زعما؟ على خاطر سيريز جارتي مش نعطيكم الادريس نورمالمون ما تجيبوش جيراننا ما نعرفوهمش الاميسيون انت جبت لي جارتي. سيريز هي طفله مشهوره ياسر على انستغرام، معروفه برشا عندها كوميونيتي كبيره برشا، ما نجموش حتى نعرفوها تنمو تعمل حاجات موندو اكليكتيك، تحكي بالقدية البحتاج سيز اكسبرينس ميك اب ارتست ديجيتال ارتست و سوري سور لو جاتو اونكور اون فوا تعمل موزيكا. دونك مي باش نبداو يا سوريس تصور نبداو من ميك اب. دونك ديجا عسلامة الناس الكل، انا سوريس اي كي اي تشيري اي كي اي سيرين كل شوية حبي عيطلي. دونك جيت بالميك اب اول حاجة اللي هي بيان سور في الكونفينمون كيما الناس الكل اللي اكتشفنا صنع. دونك الميك اب هذاك بعد بشوي بشوي وليت نحب نبارتاجيه مع العبيد، دخلت خرجت من الحاجات لو مون بازيك مشيت للارتستيك اكثر، وهذاك اللي خليني معناها جو ديكوفر برشا حاجات اخرين فيا في التوسكي ديجيتال وكل وشورت انستغرام. كيفاش المواجهه الاولى كومونت تبخي هكا لو كوراجمون دون كوراجمون وقلت اي انا باش نحط قدامي تليفون اللي ديما تعاني معاه دايور تليفون ديما عامل لك مشكله وباش نبدا نحكي مع الناس ونحكي مع الكوميونيتي. ديجا شراوت الخويا خاطر سي غراس ا مون فرير وسيما وسيما هو اللي ديما يشجع فيا ديما يجيب لي في الافكار ديما كوشاي. دونك انا كنت قاعده جيني قال لي راهو فما جوغ تشالنج ما نعرفش شنو ميك اب راه مشي جرب بارتيسيب. هبط عجبتني الحكايه وليت كل يوم نهبط ميك اب لوك جديد. دونك بديت معناها كيما سبورت من العائله الكلمه الحلوه الحاجات هذوكم لونكوراجمون الاولاني معناها. اش قال لك ديما لازم في العائله قبيله نميرو حكينا كيفاش الام وابوه والامبيونس هذيك العائله خليته
يولي يغني يولي مش قال يرابي ويولي يشعر. سوريز الميك اب نتاعك ديجا ظهر نتصور عبيد في الكاميرا اللي انت ميك اب ارتست. معليش كده سوريز منين جات؟ شنو هو الكلمه سوريز؟ علاش سميت روحك سوريز؟ اول حاجه نحب لحم برشا. لبنى سا سو فوا با لبنى ما غير تعليق يا حيش فكرت هاي كرمة حمرا ندوش عليها برافي الحكايه. دونك اول حاجه نحب الاحمر واسمي على وزن سيريز دونك فوالا سيريم كيما سيريم سيريز 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 تحب سيريز دونك كاها انا اخترتها الحكايه هذيك روحي ما اختارها لي حتى حد ما يتربش بيك حتى حد قبل سيريز حاجه حسيتها فيا ايدنتيتي لقيتها غاديكا دونك اخترت الاي كي اي نتاعي. دونك انت كنت تعرف مع خاطر لبنى قبيله تحكي على الموند ونتاعك وعلى الكوميونيتي اللي تبع فيك ما تحس اللي انت عندك رول اليوم قدام الكوميونيتي هذيك باش تحل لهم عينيهم على حاجات ولا جوست في سا بور لو فان و لي بيان سور سامحني لي لي فازي فازي قلت لك بيان سور عندي رول كبير معناها عندي انفلونس كبيره و شراوت الكوميونيتي زيد جمعتي دونك نعرف اللي يجوني مساجات حتى معناها نتاع عبيد يحبوا يسالوا على حكايه ولا يفهموا مني حاجه ابار اللي كي بارتاجي معاهم الاكسبيريونس تاع حياتي كل يوم ويشوفوني كي نبدا مثلا ونبدا انا سبابا ولا نبدا سبا هذوك معناها ينجموا يكونوا انسبيراسيون كبيره لهم هما موتيفاسيون كبيره باش هما بيدهم يقدموا في حياتهم ويعملوا حاجات وديما جو سوا دي ميساج على حاجات كيما هكا دونك جيسي ديما باش نكون ريل باش نقول انا وباش نحكي الحاجات بالباهي بالخايب نتاعها خاطر العبيد فينالمون يشوفوا روحهم في كل شيء معناها بالباهي والخايب. هذا لو كوتي انستغرام مي سوري زيد انت انا نعرفك ولا قلت انت في ديجيتال اخت اسكو قرايتك هذه ولا يس نقرا انيماسيون دو دي 3 دي وقريت عام في البوزار ديزاين دونك وابار اللي نعمل بانتور من قبل حاجات كيما هكا مغرومه على الاخر هذاك اول غرام عندي البانتور جي كومونسي سا سي طون فازا كيما هكاك ومن وقتها ما نجمتش نصايب الفوشه دونك درت على وجهك اكزاكتومون زيد شويه نولي نوش اما فريمون انا وقت اللي عرفت سيريز في الانستغرام الحقيقه معناتها اللي بهتني هكا التنجيزه ولا اللوسو اللي عملته للموسيقى from nowhere سيريز قررت وكي تقرر تعمل نحب نعمل موسيقى والموسيقى كيف كيف موندو خلقته يعني ماهيش جست جربت ولا لا تحس اللي عندها اون فيزيون كامله دايوغ وقت اللي بديت في لي تراك بديت عملت اون سيري دو تراك اليمنتس كان تحكي لنا جوستومون كيفاش جاتك دابور الفكره والشجاعه انك تقول اوكي ما عملتش موسيقى قبل مي باش نعمل موسيقى تو دونك سيتي با فاسيل دو تو زيد خاطر نخاف برشا كي نجي نغني قدام عبيد نهار جيت نغني لعبد صحابي نوايي يا اخي ما نجمتش دونك روحت في الكرهبه قعدت نخمم قلت انا باش نشد معناها توا منوح مع موزيكتي باش نحاول نطلع حاجات معناها او سيريو نخمم فيها وأكا وليت نترينا نغني وحدي في الكرهبه نغني لصحابي نغني لخويا اللي نجي نهار اللي حسيت روحي ام ريدي معناها توا باش نبدا نخدم تراكيت ونهبطهم عملت هالحكايه هذيك عملت اليمنتس اول اي بي نتاعي الاي بي هذا يحكي على لي زيليمون دو لا تير بيسيكلي اش قولك سوريز انا بروبوزي عليك قبل ما تعديو نحكيو على الموند نتاع الالبوم نعديو موسيقى نسمعو شويه منه على الراديو ومن بعد نعاود نرجعو نزيد نحكي لنا اكثر على الميبا اي الحوت عليك جماعة مرحبا بكم مرة أخرى نعاود نرجع سوب بلاتو بلا في الأوف قعدنا نحكيو شوية على الموسيقى نتاع سوريز متصور العبيد توا باللي تعدى بالموسيقى اللي تعديت نجم تحط صوت على صورة جيت بسألها أنت شنو هو لونيفير نتاع الألبوم وكيفاش جاي دونك إليمنتس كيفاش تولدت حكاية إليمنتس وشنو هو اللي وراها كفيزيون معناها أرتيستيك دونك كما قلت اليمنتس يحكي على لي زيليمون دو لا تير كيفاش كل عبد فينا ينجم يكونيكتي مع الحاجه هذيك
ديجا هما اربع تراكات مقسمين على ماني لا تير لو لير والفو. دونك الانسبيراسيون هذه جاتني من حاجات حسيتهم, حاجات عشتهم, حاجات نجم كنت نربطهم باللي زيليمون لا تير كاريمون. البحر يذكرني في حاجات, تراب يذكرني في حاجات, النار حسيتها حاجات, حسيتني في حاجات. دونك فوالا هذا هو لونيفير. انت سمعتوا للبي؟ انا كيفاش اكتشفت انه فات كنت ماشيه باش نخدم, وبعد تذكرت لي انا وسيريس قلنا باش نتقابلوا. قداش عندنا قعدنا نقولوا باش نتقابلوا؟ قلت والله ما طاو نمشي ندق الباب على سيريس ونشوف شو عامله. دقيت الباب نلقاها عينيها بلو عملوا لي قهوه سيريس بيجامه وعند هكا جبت لي كل الاورديناتور اي ال ما في ديكوفرير الموندو الكل اون ايماج. شوف كيف ريتها بالحق قلت بارك الله ما لها خدمه باسكو خادمه كل شيء دو ا جوسكا زيد. الموسيقى الكلام الموندو مود بورد نتاعو الكل تحسها لي سي الكليب في مخها كل شيء التصويره كامله. سي كوم سا ك جي ايكوتي بور لا بروميير فوا لا فوا دو سيريز في الموسيقى. وبعد بيان سور وقت لي بديت تهبط فيهم لي تراك بديت نكتشف فيهم بالقديه بالقديه بالواحد بالواحد. تعرف انا كيفك اول مره سمعت الموسيقى تخيلتش اللي هي سوريز ورا الخدمه هذيك. خاطر احنا سوريز عرفناها في اي سي اس في ليديسيون الاولانيه نتاع الويل فيستيفال, كانت هوست نتاع لاسين نتاع ميوزيك الكترونيك. ووقتها بالحق سكال ديزي اللي هي ملتي بركه لا معناها ملتي تالون تتعدى من قدام كاميرا ورا كاميرا قدام الميكرو ورا اللي سي دو 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 كري ا موند كومبلي. Est-ce que c'est le fait de maîtriser l'animation 2D, le fait de maîtriser la musique, d'être à l'aise devant la caméra, une communauté, est-ce que ça s'apprend? Ou est-ce que c'est inné? Qu'est-ce que tu as fait avec cette aisance? Je sais que c'est quelque chose qui est en train de faire. Donc, bon. بوليفالونس معناها تكون حاجه فيك وهي غرام فينالمون هذا الكل غرام. دونك انا نعمل حاجه نجربها ديما نحب نجرب حاجات جدد, ما نحبش نحصر روحي في حتى كادر, ما نحبش نكون بانتر اكاهاو, ما نحبش نكون انيماتريس اكاهاو. دونك ديما نحاول انا عندي موندو الارتستيك يعجبني دونك نحاول نكتشف فيه الحاجات هذوما الكل, والحاجة اللي نلقى روحي فيها هي اللي نكمل معها. وبور لانستون الموسيقى نحسها بدلت لي حياتي كاريمون, بدلت لي حتى بيني وبين روحي ولا كيفاش. فما حبرشا حاجات تبدلوا. دونك ممكن من أكثر الحاجات اللي مسوني نجم تكون الموسيقى والبانتور, هذو مزوز توب 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 نيفو توب. بتيت خينا نحب نسأل سيريز زيدا على الاكسبيرينس الاولى سور سين واللي انت بالحق كنت خايفه منها سيريز بالبدايه. كيفاش عشتها؟ واللي هي كانت توني في البحر الازرق قدام بوبيك اللي نورمالمون انت مستانسه بيه متعوده بيه ليكيب نتاع اي سي اس معناتها تيتي كومان في ان انفيرونمون مش غريب عليك برشا. مي كيفاش عشتها؟ دونك encore une fois shout out Wassim. Voilà. Yeah, shout out. Donc shout out Wassim, خاطر Wassim في الحكايه هذه كي معناها وقف معايا كي خلاني انا نبرف لنا. دونك ديجا شديت جمع نغني كل يوم لنا باش نجمت نتعود باش نجمت نبيرفورمي مرتاحه من بعد. دونك ليكسبيريونس كانت مش تخوف, اما بين الخوف وبين عرفت هكا اكسايتينغ حاجه نحب نعملها. معناها طلعت شديت الميكرو رعشت عشت تكبست بعد قلت سيرين اش باش تعمل توا وعلي سي بو قوم غني. دونك فوالا جست سيبت روحي ولقيت روحي معناها وسي بون نحب ديما نغني توا سوغ سين. توا وليت توا دروك محمد بيا ديما سوغ سين.
فما حاجة نسيناها ما قلناهاش قبيلة اللي سيريز باش تكون معنا في ليزيميسيون ليزيميسيون جايين اليوم عليكم الانفيتي خاطر حابين نعملوا لها احنا شاراوت كما تقول هي ونكراجي على الخدمة اللي تعمل فيها مي سيريز الفا انيمي معنا اون روبريك اسمها عوم بحرك وين باش تكون تعطينا كلها الاربعاء وجمعة لاكتواليتي نتاع السين ارتستيك كولتوريل فما ايفينمونات فما شفما موسيقى جديدة هبطت شفما دي زوبر دي دروب متاع دي مارك توينسا ان شاء الله تكون في فورما سويليز دي لي ديما في فورما ديما في فورما صحيح سينو الاميسيون باش نعطيكم الاخبار متاع الجو الاخبار متاع الجو انا جوست ان ديرني مو وهو اوماج الخطر بالحق معناتها انا حاجه شفتها قدامي الماما نتاع سيريز وخوها على خاطر بالحق وراها في كل شيء والله حتى في الداونز وقت الكوميونيتي زاد تدخل بعضها ولا سيريز نتاع سافا يافي ماما كي سوتني يافي اسامه كي سوتني اي فرانشمون برافو ليهم والله وبرسمي انا نهار اليوم ما نجمش نكون انسانه نفسها كان ما جيتش لعائلتي دونك كهو بالرسمي ميرسي بوكو لاي عبد امن بيا واي عبد ما امنش بيا خاطر انا نؤمن بروحي واحنا زيد نبنو بيك سوريز ميرسي اللي كنت معنا نتعديو الموسيقى وبعد نرجعو مع الروبريك كرياتيف فويسز انتوما تسمعوا فينا على راديو مسك 106.9 سنعود حوت عليك You are listening to Creative Voices. صالح بن سلمة شهيرة صالح فرديت من مواليد 3 أبريل 1953 بتونس العاصمة استوى ثقافي سنة ثالثة تعليم ثانوي خزندار متعدد المهن مؤلف شاعر ملحن مطرب عازف على آلات الفن الشعبي كان الغرامة متاعي بالمزود في حفل الختان متاعي صغير أنا عمري تقريب 5 سنين سمعت آلة غريبة عمري ما سمعتها حبيت نخرج نتفرج والدي ما حبوش خافوا على العينين واحد قعد في مخي كالحس هذاك حتى وصلت عمري 11 سنة متعدي في الحوصية نشوف في رجل كبير شاد قرن وينفخ فيه قلت بقديه قال لي بمئة فرنك عطيته المئة وهزيتك الحل هذاك وبديت نزمر به بدأ الغرام من وقتها حتى بعد وليت نخدم على الإيقاع باش نمشي مع عازفين مزود كبار كما مع زي ستريات اللي يرحمه ومحفوظ شيشة ما حبيش نظهر لهم اللي أنا مزاولي ظهرت لهم اللي أنا وزان حتى تعلمت الصنعة تاع المزود وبمهم أنا تعلمت الدربو الإيقاع على الدربوكة والبندير وكملت تعلمت على المزود ثم في سنة 74 آخر 74 وأنا جندي كتبت ولحنت هذيك جنة وطرفك نار هذي كانت سبب في ازدهار المزود مع المنافسة متاعيان ولادي حبوبة كانت سبب في ازدهار المزود أخذ. المزود هو آلة تونسية راهو ماهيش برشا يقول لك ليبية ويقول لك الجزائرية وراهو كل بلاد عندها فن شعبي متاعها نلقاو حتى في فلسطين وفي الأردن يسميوه مزوج زوج صياحات مع زوج قصبات يتسموه فحولة وقرون والشكوى متاعو ننفخ فيه وخرج الحس ما كانوش يتعلموه قبل خاطر كان هو فن ارتجالي بطبيعته ما يخضعش المقاييس الموسيقية الإنسان هو اللي معناه ينجم يجتهد باش يحفظ الصنعة وباش ينجم يعزف من بعد سمعت قالوا ولا يقريوا في الدربوكة وفي البنزير في الكونسرفاتوار من بعد خبروا ما كي خلطت أنا وقتها ما تسميش فن ارتجالي اللي ترتجل بالدربوكة ولا بالبندير ولا بالفن ارتجالي يرتكز على الارتجال لأنه ما فيش سلم موسيقي وديرهم في 5 نقب يخرجوا في 6 منازل تم اللي يعرف يخرج النوتة صحيحة يخرجها واللي ما يعرفش يخرجها غلط النوتة أنا وقت اللي خلطت نلقى اللي يسبقوني الكل يعملوا في الأناشيد الصوفية كانوا يغنيوا على المنوبية على سيدي عبد القادر على سيدي بن حسن على سيدي بوسعيد الباجي على برشا يمسحوا في وليلة لقيت أنا كالوقت ذاك ثم أغاني مش أنا اللي بديت باش ما نكون صريح كانت ثم قبلي أنا ما كانت ثم يما الأسمردوني كانت ثم أشقربك للوادي يا زيتونة كانت ثم في قلالة في نطاق ضيق كي بديت أنا نكتب وقتها في السبعينات وبداوا عاد الكتاب وبداوا الشعراء وبداوا المزد وبداوا يولي فن The revolution.
revolution will not be televised. The revolution will be streamlined. Join the movement, join the tribe. الحوت عليك كل نهار أربعة وجمعة من 9:30 الليل على راديو مسك مع وسيم ولبنى. مرحبا بكم من جديد على راديو مسك. انتم تسمعوا في الحوت عليك. احنا توا قريب قصرنا جينا في شطر ليميسيون بريسك. كنتوا تسمعوا قبيل سينا هذه حاجة ما قلناش قبيلة. كنت تسمع قبل الموسيقى في Creative Voices. Creative Voices هي روبريك باش تكتشفوا فيها كل مرة اون فوا كرياتيف، ان ارتيست، ان ديزاينر، ان فوتوغراف، يحكي على الاكسبيريونس نتاعو، يحكي على الخدمة نتاعو، ويحكي على الباركور. باش تكون هي اون روبريك بونكتويل، معناها ديما موجودة في الميسيون ابار لي انفيتي اللي يكونوا معنا سور لو بلاتو. اليوم معنا في البلاتو تصور فما ارتيست انت يعجبك على الاخر، وتوكا هذا شنو قلت لي قبل في الاوف. ستو مع اسلم. اسلم مرحبا بك. الحمد لله. صحة شريبتك. صحة شريبتك انت زاده. ميرسي. حشمت انا. حشمت. جيت قدام وحشمته توا. البيوت الكل لازمك تحشم. اربعه نكملوها بجوايا. لا لا تحت الطاوله. تحت الطاوله. باهي. بازي. عسلمة ستو. مع السلامة. فرحانين برشا اللي انت معانا. حتى انا فرحان على الاخر. اي باهي. هذا ثاني باساج يعني محلاه. راديو. كيفاش تعدى الاولاني؟ محلاه بالحق. عجبتك الراديو دونك. ستو سؤال سهل. كيفاش بديت في الموندو هذايا؟ وشنية بلاصة الوردية بالفي في الخماضة هذايا الكل؟ اسكو هي اللي بديت بيك ولا انت بديت بها؟ هي بديت بها. شنو؟ ما انا باش نوفى بها. انا كنت صغير، بابا كانت عنده بلاي ستيشن، فهمتني؟ بعد سكرها خلى يونيتي سنترال هذيك، يعني فما ليكرون يونيتي سنترال. كي روح هو باليونيتي سنترال حتى في الدار حليتها، نلقى برشا فيلم، برشا موزيكا. كوختها كانت 1500 تصب برشا موزيكا. ديت نسمع، فهمتني؟ كنت نعاد 50 سنت 50 سنت قبل. والله صغير ما نعرفش الانجلي. مانيش وحدي. صحيت. ما نفهمش انجلي، بديت نفهم في الميلودي كيفاش تك تك. وكاو بعد نسيت. بعد جات الثورة برشا عباد بدات ترابي، وأنا صغير كوقتها ما حبيتش الرابي، حسيت الناس كل ترابي. استنى ستو، قداش عمرك في وقت اللي جات الثورة؟ توا عمري 24، ما نعرفش. ما حسبتش، أوكي. حسيت. شد الحساب. ما حبيتش حسيت الرابي. بعد ديت مش الرابي ب 2018 عملت كوليكتيف صغير، فهمتني؟ ما قعدت الحكايه 6 شهور بعد خرجت لفرنسا. خرجت لفرنسا بعدت على الراب جمله، نخدم وسون بابيي ودنيا ودنيا ودنيا، برشا مشاكل من غير ما ندخلوا في الديتاي. بعد 2020 جات الكورونا، وقفت الدنيا، قعدت في الدار، فهمتني؟ اها. شتعمل؟ تفرج في رابريات، تفرج في عباد ترابي. قلت انا عندي نورمالمون شويه بوتنسيال، يعني كان هذوما، يعني بكل احتراماتي للعباد، يعني فما عباد ما تستحقش وصلت، فهمتني؟ قلت كان انا عندي شويه نجم نوصل، يعني نورمالمون. والحاجه المزيانه عندي شكون طردني انا في فرنسا، طردني مدلي دبشي في كاردونا، فهمتني؟ كاردونا هذيك نقبتها وحشت فيها ميكرو واحد، وحطيت مريو الخلعه ايزولاسيون، بديت نهبط في الموزيك. وعافي في حاجه من بيا من الاول، فهمتني؟ وقف معايا، كنت نبعث له هو يماستر الماكسيم، يبعث لي نهبط. بعد مشيت الحكايه، فهمتني؟ بعد وخليت روحي كيما انا، فهمتني؟ خليت روحي كيما انا. لقيت الفلو وحده ماشي، الكلام يجي وحده. ديما نسالوا احنا مع وسيم على البروسيس كرياتيف، كيفاش معناتها تبدا تكتب ولا تجيب موسيقى وكلام مع بعضه؟ صدقني سهل، انا رافعها سهله، فهمتني؟ ناخذ الميكرو تك تك تك، نقول شنو باش نقول. اما الاصعب هو المسؤوليه وقت اللي العباد تتبعك، فهمتني؟ شنو هو يعني باش تحكي كيما تو في المنبر هذا، فهمتني؟ شنو باش تحكي؟ سهله تجبد لاتونسيون تاع العباد، تعمل حاجه بيزار، تعمل شعرك درك كيفاه، العباد باش واو هذاك. ما بعد شنو باش تحكي، فهمتني؟ مثلا انا في الحومه برشا صغار يتعديو من المكتب، انا ما نخرجش العشره بتاع الصباح ولا الاربعه، مش ما نخرجش، نخرج برشا صغار محليهم، فهمتني؟ حاجه مش حاجه ما تتوصفش. نو خاطر احنا في الورديه ما عندناش برشا، فهمتني؟ عندنا طارق بعلوش، عندنا فوزي رويسي كورجي كبير، فهمتني؟ عندنا اسامي صغيره، ما في جينيراسيون جديده ما فهمهاش. انا ولاد حومتي تو قبل ما نجي كنت في الحجيان. صح بالاحسن، فهمتني؟ قال لي ستو عيبشي هو الحجيان بالاحسن شفريتي، فهمت؟ قال لي ستو يعني انت الوحيد سلكتها فينا، فهمتني؟ مش سلكتها فيهم، يعني عملت شويه ذو، خاطر انا ما
ما كنتش مصدق قبل باش نوصل هكايا نحكي ومرا كيف تبارك الله تحكي معايا وسيم احلاكم يعني تحكيوا معايا خاطر جيت ملحومه فهمتني تو نلقى روحي لهنا وزعو فازيت محلاها يعني حياتي الحوت فوقك صاحبي حوت عليك حوت عليكم خويا الورديه اسكو اليوم ترى روحك تقعد في الورديه ولا اكبر من الورديه ولا الورديه اكبر من الناس الكل سؤال مزيان فهمتني الورديه فايسة فهمتني ومراش روحي باش نقعد فيها يعني باش نولي نسكن ديما في الورديه خاطر لازمك تبعد شويه فهمتني خاطر متجمش تقعد غاديك فهمتني حتى العبيد ديما تمشي الغادي وديما ترجع الحومتي كان راني سريع من المشكل الشعبوية حومتي نقط في حومتي عنا دارنا ملك ونعيشوا في الحومة وجونا بيه وعندي بابا ربي خليهولي عندي راجل يعني في الدار وعندي برشا اخوات رجال في الحومة مي ما نجمش نقعد برشا غاديك خاطر انرجي ماهيش هي فهمتني كي تولي تقعد برشا الانرجي ماهيش هي انا من غاديك خديت الحاجات الخايبة ورديتهم باهيين اما حياتي الكل نقعد نموت على خاطرها فهمتني يعني الوردية ترجع للتوب فهمتني انا نحب كي نموت فهمتني ان شاء الله تتسكر يا حومتي الكل حابة تتسكر فهمتني بحذنا زليز ديجا حابة تتسكر فهمتني اما فوتنا الوردية تورا فوتنا الوردية يسمع فينا في القصرين بارتو فهمتني جونا بي ذاك شو نقول لك انا ستو انت قبيلة حكيت لنا على خارجتك لفرنسا ورجوعك لتونس اسكو اليوم ستو يحلم بين كاريير انترناسيونال بيان سور وقاعد يخدم عليها فهمتني بلي ميساج نوجهه للعباد فهمتني كي تبدا عندك فيزيون مش لازم الناس الكل تعرف يعني يتمم بها خاطر انت بركة عندك الفيزيون دي كل واحد عنده فيزيون يعني ما تحكيش برشا حكاياتك ما تشاركش مش الناس الكل تحكي معهم مش الناس الكل تحللهم الباب وتبارتاجي معهم شنو تحب تعمل ولا ما تخلي حتى حد يشكك في روحك خاطر انت ديجا شكك في روحك في البروسيس فهمتني ما تخلي حتى حد يشكك في روحك وستي فوكس فهمتني خليك مركز ما يهمك في حد شيء خليك مركز وكهو خليكم انتم زيدا مركزين معانا مش نتعديو الفاصل الغنائي مش نتعديو تراك من تراكات ستو ومن بعد نعاودو نرجعو سوق بلاتو باش نكملو نحكيو ونحاولو نفهمو اكثر الفيزيون تاع ستو سوا ما نقول لنا عليها برشا حاجات خاطر ما يحبش ديفوالي كل شيء موزيكا ونعاودو نرجعو الحوت عليك بيه كان مزيتو مركزين اللي كان العبيد اللي كان تسمع فينا قلت لكم قد ركزوا وركزوا قبيلة معنا أنا انفيتي مع برشا ضحكوا في تستو مع العبيد ما يعرفوش الكوتي اكزاكتومو الضامر بتاعك ويعجبني فيك انت متأكد انت ضامر وانت ضامر اي ضامر العبيدين عايز تعملوها ضامر العبيدين بليدة ضامر العبيدين قبل ما نرجعوا على البلاتو قلت نحب نسال ستو سؤال عندي سؤال هو البرشا رابيريت ورابيريتي انا راني بالعاني قول رابير باش نغشش الرابيريت بالحق تستفز فيهم انا قلت هما يعرفوا موسيقى اما رابير هاي بالعباد اللي تحبين نقول لكم راني رابير كاس للعباد اللي في الحومه ويعملوا موسيقى واللي عندهم ان بو موند يشبه لك ستو اما انت يلا عارف جيت قدامي انت باش نسال مش قلت لي جانكستا صاحبي جيت لحومتك ما لقيتكش يا صاحبي. فوالا. وين تراو فيهم لي جانجسترز؟ فما جانجسترز، وانت ما تعرفهمش. خاطر انا مشيش الورديه. نو 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 مش في الورديه برك، ما تعرفش معناها جانجستر. فسر لي الجانجستر التونسي خاطر انا عندي جانجستر بالامريكي. بتبيعها شو نفسر لك. بتبيعها شو نفسر لك، غزل لي فما مثال شفت جانجستر عندي انا واحد يعني من حد شيء يعمل حاجة يهصل يجيب في فلوس ويخدم يعني في موزيكا جينجستا يتعارك على حقه ولازم توخر كي تحكي معه على حقه وانت جمش تظلمه فما جينجستا بيت جينجستا بالرسمي في تونس فما بيت تخطف فما بيت تضرب بالحديد فما ما نحبش نحكي برشا يعني فما برشا حاجات ما هو مش برشا رغم جينجستا يعني صح ما انا واحد من الناس يعني اي واحد يعمل يعني في موزيكا ويعمل يعني في فلوس ويتصرف ويتحرك واحد عندي انا جينجستا فهمتني جينجستا صاحبي يجيب في فلوسك فهمتني هي الايماج معناتها ولا كما قانا قال بوشين بي بوشين بي يعني مثال عبد قاعد ينتش كل شيء نحن جينجستا ولا صاحبي جينجستا فهمتني جبتها يعني عاركت وخدت الدومين هذي الكل وكلها تفك بلاسك تتعارف وكلها تحب وكلها تحط العصاف العجلة وتحت الطاولة وتتتتتتا يعني انت كيفش تفرد روحك في وسط عمرك جينجستا فهمتني جينجستا يعني نحكيه في دومين موزيكا انا كان جيت جينجستا بالرسمي راني من شرابي كما نحكي لك على الناس اللي يعني الناس اللي تضرب بالحديد بالرسمي وما نحبش نحكيه في الراديو فما
فما نحكيو على الواقع خاطر انتم هذايا الكلام هو زاد الواقع نسمعوه. انا نحب نوجه ميساج زاد للرابر الكل ربي يستر فهمتني خاطر ما لازمناش نخرجوها برشا على الموسيقى خاطر نجموا ما نسيميوش بعد فما مهات باش تبكي فما برشا حاجه بتصير خايبه فهمتني حاولوا خليوها اللي قلت لي بتاعنا حاولوا خليوه كان في الموسيقى فهمتني مثالش خويا عطلني عمل لي ميم ما تقربليش فهمتني ما تمسنيش ما غير ما مسوا بعضنا فهمتني خلينا من بعيد فهمتني خاطر انت تحكي هكا ستو فكرتني بتوباك وبيجي كي جينيريت الحكايه وليت مشاكل تكبر تكبر تو انا اي واحد شي مسني حنت ايوه اي واحد مش بيمسني يعني انا انسان نجم نسيلي اي حاجه مانيش افنجرز ولا واحد مي يعني ورايا برشا عباد فهمتي صحابي عائلتي ولاد هونتي عباد ما نعرفهاش تحبني بوليسيه جيش عباد من فرنسا ورايا برشا عباد كيما العبد الاخر وراه برشا عباد مي فما زادة انا مثال العباد اللي معايا باهي معاهم فهمتني مش باهي معاهم خاطرني نعرف موسيقى من قبل يعني نعرف روح شنو مع العباد يعني انا كيفاش نهز التليفون راي باهي مع العباد فهمتني عباد باهي معايا جوي باهي فما عباد نعرفهم فيك يعني العباد دور معاهم جست خاطره معروف ولا يصرف على العباد انا معايا اصحابي وعباد نعرفهم كيما 100 فرنك كيما مليون فهمتني يعني ما نشري حد انا فهمتني عباد العباد اللي يقولوا احنا سبورتيو في الموسيقى وسبورتيو في ما عندي مشاكل في الدنيا زاده كيما اي مواطن تونسي وعندي دوين وعندي برشا حاجات مع عباد فهمتني عارف انت قبيله جبت الكوتي جانكست احنا نحكيو توا شويه على الدارك سايد زاده نتاع الموسيقى ونتاع نتاع الراب اللي ساعات فما ديزيماج يظهروا في كليبات ويظهروا ويتقالوا في كلام ما يقابلوش الحقيقه وساعات العكس صحيح. فما حاجات نراهم لما فما نقطه باللي وسيم صار قصت عليك في تونس مازلنا مانيش فاهمين اللي انا كي نعمل غنيه تضحك ولا فدلك في الكليب مش معناها راني مانيش جانجستا مش كي نعمل كليب يعني سيوف ولا تفهمتي ورا يعني انا جانجستا فهمتني فما بروفيسيوناليزم فما رابير نحبوا برشا دا بيبي فهمتني دا بيبي قاتل زوز عباد يعني دفاع عن النفس فما كليب لبس فيه كوش فهمتني ويشتح ويعمل فيه فهمتني متجمش تحكي معاه يعني لازم بروفيسيوناليزم كيما الكاتش بار اكزامبل كاتش تشوفهم كيفاش كله كذب فهمتني في الدنيا حاجة وفي كيما اليو اف سي فهمتني مثل خبيب هادي معناها قداش نقولوا لي ستو عند فما بيرسوناج في كليباتو وفما ستو اخر اللي في الحقيقة بتبيع كيما ولا زوز كيف كيف ليه ماهمش كيف كيف ماهمش كيف كيف ماهمش كيف كيف مصطفى انا اسمي فهمتني فما ستو مصطفى مع امي وبابا حتى مع اصحابي ما عادش مصطفى فهمتني خاطر مصطفى باهي برشا فهمتني ستو باهي ستو يعرف يتصرف معاه فهمتني ستو الرعد داير الرعد كبير من جيت الرعد لا رعد في فرنسا فهمتني رعد في فرنسا كوقتها عديت بريود خايبه كنت نعم في حاجات خايبه عادوا لي رعد فهمتني خاطر تك تك نختمك تك تك يزر برشا ستو حتى في موزيك حتى كي تتحرك الزربه هذيا ايبر اكتيف من صغير ولا ايبر اكتيف من صغير نحب ما تركحش ما نركحش ما نحبش النوم ما نحب حتى نحب ديما موجود فهمتني مش موجود بكا هيت 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 نو نحب ديما موجود في الزون بتاعي فهمتني الزون مش نحكي على الورديه برك نحكي على حياتي فهمتني ديما فايق لازمني نحب تفادليك ونحب الضحكه فهمتني زيد الغش فهمتني تغش ديما انا عندي بروبليم يصير تاع عصب فهمتني ما يظهرش علي ما عندي برشا مشاكل تاع عصب فهمتني تو نحي فيهم عندي مده يعني طيحت على الاخر وليت زين نتنفس واحد بيس اند لوف اي خاطر مش باهي هيك اون بليس نسيت روحي لي انا يعني رابور فهمتني نسيت روحي ستو باش نحب نحكي على حاجه انت تعديت في الويل الاولانيه فما البريود اللي قبل متعدى فيها في الويل الاولانيه صارت تحكي اللي انت جيت من فرنسا وقعدت ديسيديت باش نقعد في تونس باش تقعد في تونس ما جيت في بريود نتاع كونفينمون نحب العبيد تعرف كيفاش البريود تاع الكونفينمون هذاك تعدى صدقني مازالوا عندي تصاور تو خايبين على الاخر باش نحكي على الكونديسيون خايبه حسيت روحي في حبس فهمتني حسيت روحي اوتيل ماهوش حاضر يعني بالكدا هما من الاول قالوا لنا جاوا به الاوتيل بعد ما طلع جاوا به جات معايا واحده في الطياره فهمتني والله تبكي حسيل تبكي خرجونا بالبوليسيه واحد وانا عامل تيست بي سي ار راني في فرنسا وقتها نيجاتيف جاوا به نورمالمون باهي نمشي نعدي هذوك مش باهي فهمتني فما عباد تخرج من الوتيل تعطي فلوس لشكون ينقز من واحد وبنات تخرج يعني اسكو هذا خليك من بعد كي طلعت في رسين ترشقت
دينرجي كل خاطر ينيك سور سين اي انا تعرف كيف اش عملت كل يوم نعمل كيك 20 20 20 20 بومبا كل يوم 20 20 20 بومبا والله اما كوقتها في السين من الكونفينمون زاد قعدت وحدي فهمتني قعدت قدام المرايه فهمتني قعدت نغزل روحي كيفاش استرسني وزاد العباد الانرجي فهمتني نهارتها اول مره انا نتبع في الراب التونسي بالكتاب والكولتور اول مره يعني برشا رابيريت طلعوا سورسين مع بعضهم وفرحوا مع بعضهم وشطحوا مع بعضهم فيك ولا مش فيك تظهر صحيح فهمتني يعني الجينيراسيون اللي جايه اللي عمرها 12 سنه تو باش تظهر لهم صحيح كيما انا قبل كانت تظهر لي صحيحه ما نحبش نجبد اسامي نحكيو على 2012 2013 تو سي بون فيك مش نورمال تحس لي جوستومون عندكم المسؤوليه هذيك بالحق خاطر فما برشا توا صغار متاثرين بكم برشا صحيح. انت كاستو شنو تحب تعدي للجينيراسيون هذوما انا نحب نعدي لهم نحب نوريهم انا فهمتي وبعد نعدي لهم انا مازلت ما وريت شيء بور لو مومون نحب نوري يعني انا كيفك يعني انا ما خديتش وصلت نيفو باك وما كملتش ما حبيتش نكمل فهمتني كنت نجم ننجح ب 10 11 مانيش مش نورمال ما ننجح باكيكو وربي معهم غدوه باك سبور وباك باك ربي معكم فهمتني اختي تعدي ان شاء الله تنجح ان شاء الله تنجح امين نعدي لهم يعني مساج يعني راني وصلت فهمتني كيما فما برشا دي زيكزومبل رابيرات في تونس تو يسوقوا في كراب غاليين وعندهم حياه ووفروا لدارهم حاجات باهيه فهمتني يعني ماهيش حلم راه كل شيء نجموا نوصلوا له فهمتني كل شيء تنجم توصل بتيتر تراني درا كيفاش نتصرف يعني العباد اللي تسمع فيها صغار قول كلام زايد ولا نتصرف هكا مي راني في الدنيا متروبي برشا فهمتني متروبي برشا الا ما انت تبربشت حد لا يمشي يبربشك نورمالمون استو احنا فرحانين برشا اللي جيت بحضنا ان شاء الله نعاودوا نشوفوك بيانتو بدي بروجي جدد بعد رمضان ان شاء الله نتعداو احنا الفصل الموسيقي ونعاودوا ونرجعوا استو شنو تحب نعديو شنو من التراكات من تراكاتك شيكي بيك شيكي بيك اوكي شيكي بيك يا جماعه اقعدوا معنا على 106.9 نرجعوا من بعد استحفظوا على رواحكم استحفظوا على روحك من غير مشاكل اوكي وانا زيد وانتي زيد لبنى Will not be televised, the revolution will be streamed live. Join the movement, join the tribe. Yeah, Hamadi Dadi Tabubi, it's Dadi for real. Labid Magro. الحوت عليك كل نهار أربعة وجمعة من 9:30 الليل على راديو مسك مع وسيم ولبنى. مرحبا بكم من جديد العباد اللي تسمع فينا واللي تتفرج فينا على لي ريزو سوسيو لبنى في بالك اليوم عندنا ان انفيتي ملتي تالون في بالي عندنا انفيتي يرابي ملتي تالون بتتر باش نتعرف عليه بتتر اليوم باش نتعرفوا عليه من قبل ما نتعرفوا عليه المستمعين يسمعوا فينا مقبله نحكيوا لهم على الويل على الويل على الفستيفال على الويل دونك باش نبروفيتي بالوقت هذا اللي عندنا وبالانفيتي اللي هو من لي انفيتي اللي طلعوا في ليديسيون الاولانيه نتاع الويل فيستيفال وماركه برشا لي زيسبري نتاع العباد اللي حضرت دونك الويل هو سي ان فيستيفال اللي ما عرفش شكون شنو هو الويل سي ان فيستيفال ملتي ديسيبلينير فيه الار فيه الديزاين فيه الفاشن فيه الميوزك فيه الفيديو البيوت نتاعو اللي هو يعطي يحط برشا ضوء على جينيراسيون جديده ومش جديده حتى جينيراسيون القديمه نتاع لي رابور لي ميوزيسيان في الموسيقى الكترونيك زاد مش كان في الراب ويقربهم للبوبليك في بيريود نتاع 3 ايام وين يتعرفوا على
على السين اللي قاعده تطلع توا سور لي سور لو ديجيتال وين زاد ينجموا وما بيدهم كبوبليك يشاركوا في الفيستيفال يشاركوا في لي اتوليي يتفرجوا في لي بروجيكسيون دونك ليديسيون جي نتاع الوي الفيستيفال باش تكون دو 6 او 8 ماي في تونس انا حتى توا مازلنا ما نسيناش البلايص وين يصير الفيستيفال دونك اللي يسمع فينا باش يكون من العباد الاولاني اللي باش يسمعوا الفيستيفال باش يكون السنه ان شاء الله في سيتي دي سيونس في مدينه العلوم في ستارت اب فيلاج اللي هو ان اسباس كيف كيف باش يكونوا معنا في لي زيميسيون جايين ان ريبريزونتون تاع ستارت اب فيلاج باش يحكي لنا على الاسباس هذا سي ان اسباس فريمون مانيفيك مازال كي مازال كيتحل يلم برشا دي ستارت اب يلم برشا دي انيسياتيف ويكونكت سورتو ليكوسيستيم نتاع لي ستارت اب مع لار مع لا كولتور مع الديجيتال مع الميديا مع الميديا اكزاكتومون وباش يكون زاد في اي سي اس كلوب نفكروا اللي يسمعوا فينا اللي احنا في البحر الازرق كل يوم باش نحاولوا بليتو مش كل يوم في كل ايميسيون باش نحاولوا ندخلوا فريمون بحر للبحر الازرق قدر هو البحر الازرق ناقصه فريمون بحر احنا جبنا له توا حوت جبنا له بالين وبشويه بشويه باش نجيبوا البحر وانا نحكي على البحر باش نحكي باش نحكي مع دادي بجمله هو قالها برشا مشهوره ولا دادي اولا كي باس اولا كي باس نكره جو الصيف السخان الصيف سفاك لك مفاسة اما عصاصة هنا شادين البيت قاعدين نطيبوا في فاس اش قاولك بحر 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 دادي شحويلك الحمد لله شحويلكم دم اش عامل فيك رمضان دادي انا عامل فيه انت عامل فيه منظم لبنى انت دادي قبيلة قلت لي كيفاش ينجم يكون رابور ويفهم في الحجامه ويفهم في الموسيقى ويفهم في الماكله ويفهم في الشتيح ويفهم في برشا حاجات دونك صعب تسالو انت اش تعمل في البيسين فارغه باهي هذاك معناها فري ستايل سيشن مع جميع معناها بيت صحابي شراوت الراغب مولا ليدي معناها سو I got invited معناها استدعوني باش نفريستايلي جيت تستينا الفايب بيك شارع زاد الرابيرات بوبي اكس مي ونوا معناها زوز معناها underrated rappers معناها ان شاء الله يتسمعوا معناها so yeah it was like اللي vibe تلمينا فيها حتى كنا معناها ديفيرون على الاخر ما فما حتى واحد يشبه الاخر لا فلو لا تكنيكات حتى لا بارول نعرفوش بعض جست انا بوبي هي معناها دي كوزان نعرفو بعضنا مي كلي نتقابلو كلي مار بعد مدة معناها so yeah تلمينا عملنا فازة جت تصويرة معناها فيديو معناها صورناها في البول we just vibing in the pool كان ياسر عجبتني اما السؤال اللي بالحق واللي باش نرجع عليه خاطر علي قال وسيم شنو هي هالباركور هذايا وكيفاش خرجت من عندك هالحاجات هذيا الكل الفلو الانجليش سبيكين والحجامه شنو هي علاقتها بهذا الكل سيبتها ولا ما زلت غرام كل شيء تعدى غرام معناه حبيت نكون معناه كلي ديفيرون حبيت ما حبيتش نتبع القطيع ولا نسمع معناه سامحوني والدي ما حبيتش نسمع كلامكم جست حبيت نراضيكم معناه وكاو مي اللي عندي في مخي باش نعمل معناه وتهنوا ودي كرش سو حجي ما معناه مغروم بها من الصغر حج معناه تعلمت تو معناه حجي معناه نعرف الحجم مي ام ليزي معناها جست تلهيت برشا بالموسيقى معناها سو الحجامة مغروم بها زادة مغروم حاجة تمس شوية من الحجامة تاتو ارتست معناها دي تاتواج وكل شيء على خاطر اي حجام راهو انترناسيونال ولا حتى في تونس تلقى دي عنده تاتواج ديما في ديه معناها متاتوج جست انا محبش نتاتوج سو بيسايد ذات صنعة باهرة موسيقى باهية محلية الفن حاجة مرتبطة بالفن معناها emotions وحاجات باهية اكزامبل انا نعتبر معناها الراب ولا الموسيقى سورس متاع meditation في عود نمشي معناها كذي نعمل حاجات نحب نصنع حاجة انا معناها منها في عود معناها نقعد البرة في الشارع نضيع في وقتي ولا في قهوة ولا حد شيء نشد روحي في بيت نحل معناها راديو ولا نحل معناها اليوتيوب اوكي ولا سبوتيفاي نحط نقعد نسمع معناها في ديزالبوم اوكي
وهذيك هي معناها كلها about feelings. طبعا كان نسألك شكون الارتيست كي انسبيري دادي؟ نجم يكون تونسي ولا مش تونسي؟ وكل ما تحكي لي عليه والانسبيراسيون نتاعو نجمو زاد حتى نتعداو ونعديو اغنية من الاغنيات نتاعو. اما جوست قول لي شكونه؟ شكون هكا فريمون ميبي هذه رمى بين حاجة معناها عباد باش تراها بيزار، مي كان فما عباد تعرفها فما ديزارتيست معناها كيفي انا معناها ننسبيريو من حاجة خاطر الراب. انا هذيك هي معناها نسمع برشا جاز، برشا جروف، فانكي، سولز، ار ان بي، معناها حاجات كدي حتى في العرب. اوكي هذوك انترناسيونال معناها نسمع في العرب. فما حاجة فانك زيادة كان تسمع كيما شكون؟ حبيبي فانك. حبيبي فانك أقوى الشين خويا هذيك أمور مبقج منها هكا سر صنعة باش قولك نعديو موزيكا من موزيكات اللي اخترتهم باش نقربوا العباد من الانسبيراسيون اللي انت تجبد منها، ومن بعد عاود نرجعوا للدوزيام بارتي نكملوا نحكيوا على دادي اكثر. اوكي قديم من تراك تراك واحد هما بحر امريكا صعيب برشا هذايا. سو اقرب تراك ليا انا باش نعمل ميلونج معناها هكايا على كل شيء صعيب هذايا نختاروا احنا ونرجعوا لك. ليه استنى اوكي I would love to say نجم نحب نقول a tribe called Quest. دوما جروب معناها امريكاني يعملوا في الهيب هوب. اسم التراك سيناريو نسمعوا سيناريو tribe called Quest featuring Busta Rhyme في صغره يا حسر كي كان عنده دريد باهي نمشيو موزيكا تراك اللي اختاروا دادي ونعاودوا نرجعوا نكملوا معاه دوزيام بارتي نتاع الانترفيو. يس سير اقعدوا معانا انتم تسمعوا في 106.9 على راديو مسك. الحوت عليك الحوت اللي العبيد اللي قاعده تسمع فينا حتى لتوا واللي ما ضيعت حتى دقيقه بالباساج نتاع لي زانفيتي والكلام اللي قاعدين نقولوا فيه. نفكر انتم تسمعوا في راديو مسك على 106.9 معايا لبنى معايا دادي. رجعنا في الدوزيام بارتي دادي هو اخر انفيتي في الاميسيون. عندي ليك سؤال دادي. تفضل. علاش اخترت اسم دادي؟ والله خاتين والعباد اللي باش بالغلط خاتين دادي بريسك. اوكي اسمي حمادي طبوبي لابيض مقرون. لابيض مقرون اوكي انا العبيد اللي باش تسمع تو اسمي حمادي دادي طبوبي كرب مي كنت حط معناها كاتس كيف اي خدمه عيطولي دادي على خاطر هذاك النيك نيم نتاعي من الصغر. لا ملي عمري 3 سنين ملي انا بامبينو. اوكي سو كبرت عيطولي دادي بعديك معناها اخترت باش نكون جيلك في المومنت هذيك نتاع هيا صاحبي شنو تحب تسمي روحك انت تو رابير اللي سامي روحه يانغ درشنو يانغ بقلاوه يانغ ليل للزرافه ستون كولد محرز. سو معناها اخترت اني نحب نبدل نحب نصنع طريقي وحدي معناها باث معناها سو اسم معناها كارير كل شيء حمادي دادي طبوبي ميت نجم تعيط وليدادي معناها از ايزي هذاك. اوكي وفي نفس الجو هذا دادي زاد في موزيكتك ماكش كيما برشا وفات كيما اللي نشوفوا فيه حتى مقبله في الاوف حكينا. الموندو نتاعك ماهواش في الليغو تريب، الموندو نتاعك ماهواش في الكلاش، الموندو نتاعك كيفاش تعرفوا معناتها علاش اخترت البيس ولاف هكا وزين وكل هذيك شنو ناقصنا الكل معناها تو معناها وي نيد بيس اند لوف معناها لوف شير لوف خويا زينب لا حروبات معناها اوكي نكره اللغه هذه مي ام غونا بي تو اونست. حاولت قدم مره معناها باش نيجو تريبي ما مشيتش معاك مش معايا
نيكوثريبي بفاصون ضحك على الاخر خاطر هذيك هي طبيعتي معناها منحبش الرابي حاجه منحبش نمسكي من الاخر منحبش نعمل معناها ماسك وبعديك عبيد معناها كي تشوفي معناها كيما هاني نحكي معاك توا كيما معناها سمعت مزيك في قبيليك وكيف معناها نكتب ولا حاجه بريسك هذاك اللي عشتو بريسك زاد بريسك معناها ستوري تيلينج اللي هي معناها فما دي معناها رابيرات معناها توانسه بداو معناها توا يمشيو معناها بتكنيكات تاع معناها الفلو تاع ستوري تيلينج ولا اللي يخدموا اوف بيت هكا جست يحب يوصلك ميساج اوكي سي بون فما موسيقى شارع البرودوسر البيت ميكرز العباد اللي تمزك معناها مي وقيت باش معناها تبارتاجي باش تحس بالرسمي معناها على خاطر اي اكسيون معناها تصير لاي انسان برسك معناها انا اكزامبل انا معناها كي نكتب حاجه ونغنيها سيراي هذيك صارت لي بالرسمي دونك انت ما عندكش البيرسوناج هذاك اللي تصنعه انت كيما انت في غنيك في حياتك في حانوت تاع حجامه تلقاني كيك في الكوجينه زاد كيك بين معناها ام كيبن ات ريل على الاخر ام كيبن ات ريل على الاخر اوكي دادي انت في نرجع ديما نحكي على الويل خاطر هو لو بوين كومون من لي انفيتي اللي باش يكونوا حاضرين في لي زيميسيون هذوما الكل اللي سي دي زارتيست اللي تعرفنا عليهم سواء في الويل سواء بعد الويل في الاي سي اس بيرفورمانس اللي عملتها كانت بارتيكولير دون لو سونس اللي دادي طلع معاها سيرتان مومون رابوريت اخرين سور سين يا اول ما جيت معناها لغاديك ميرسي على الانفيتاسيون زاد معناها اتس pleasure honor معناها جست معناها كلي أبار من بعدوش عالفاز نتاع الحاجة اللي صارت وقتها جالي تليفون كذا وكذا قلت شكون مشي شكون يتمني كذا معناها سو مشيت معاها بالفلو بعديك طلعتها بالرسمي اوكي وانا عملت كي قال يا عندك اغنيتك في اليوتيوب ماتر فاكت وتفرجناك عند شعر زيادة كالفري ستايل هذاك قاعد تجري واو فايب نتاعك كل شيء شراوت الاشعار اللي شراوت الاشعار في كندا ربي ناجحه وكلينت توحشني بالرسمي هذاك فخور انا معناها عرفت انسان كيف شعر معناها يرحم والدي معناها هو اللي لمنا حتى معناها بريسك معناها اوكي تكنيك مو شعر هو السبب سو شراوت الشعر هو العبيد اللي ما تفرجتش في الفيديو هذيك كنت فما انت فما ولي بيجاماس فما بابي اكس مي فما داشي دارك بوي غوشي دارك بوي فرنش و بيت بيت ميكر خاتي معناها ورا الافريكا شراوت بالرسمي هذوما معناها برود ورا الافريكا صابره زاد دز عبيد معناها تصور كدي معناها قول معناش مويام نخرجوا في حاجه في كاس نطيبوا في حاجه نطيبوا في حاجه بنينه صح ريسيت رابي مع دادي بيل انت خزرت لي كي هو قال الكوجينه خاطر احنا نسينا ما قلناش زاد اللي دادي باش يكون معنا انفيتي مش انفيتي ان دي كرونيكور نتاع ليميسيون يس سير عنده كرونيك عميت روبريك عنده روبريك باش يجي كل مره يعمل لنا اون روسيت نتاع ماكله رابي اليوم احنا كيفكم راه باش نكتشفوا اول روسيت كيف جات الانسبيراسيون دادي هو في اقل من 20 سكوند كيف جاتك الانسبيراسيون باش نجموا ناس مقاتل العبيد ساي طاب تعدى سحور وماذا بها اوكي حلول الشاهي احنا حلول الشاهي خويا بيه الانسبيراسيون كيف جات شراوت لامي ليه ولا بالرسمي معناها حتى قبل هذين معناها فما عبيد معناها حاط موسيقى معناها كالعاده نعمل كي دندن دندن تفكرت معناها وسيم قال لي عندك فازة كي قال لي نجم ترابي كي على ميك قلت تنحاو جرب كي روحت قعدت معناها في مخي فازة ركش بحث أمي شنو نعمل شنو بريك فما نعمل كي رافي البريك ونعمل كي دندن وفما كلمات خرجوا ورا فيهم معناها الحمق فروم طن بريك معناها كل ظاهرة واضحة معناها وقلت خلينا نجرب قلت علاش ليه خلينا نكتب حطيت بيت وفي الكوجينه راهو معناها بالرسمي في الكوجينه هذا الكتيبه سو كتبت معناها في الكوجينه وخذت ربريكا نتصور انت متشوقه اكثر مني واكثر من العباد اللي تسمع فينا مش نسمع واحد الربريك هذه ربريك
دابي كول نتعديو نعديو لك البيت اوكي يا تامي تامي وات يو وانا ايت رمضان جاي نحب صمبريك سخن الزيت في القلاية دوب الملسوقة عظمة طايبة مش مرخوفة ولا مروبة بالكبر والطن الحم مفوح فوفيح زيد شوية جبن ومع نوز خلي تكون ريحة المقلفة وحنقص من الملح والفلفل لك حلا تغص كان باش تطيب السوابع طيبهم في الفور حاجة أقل مضرة وزيد فيها مفعول هنا في أفريل مش في مارس تنساش بجنب بريكتك عبيت زيتون وشوية عصرة قارش شهية طيبة تنساش السلطة والشربة ديما شارك بريكتك مع اللي تحبه في الغرفة كذا طاودي ونحب سامبريك طاودي ونحب سامبريك ده بيكون نايس نايس وان دونك دادي هذي انتي حليت لنا بالبريكة دونك نتصور من بعد باش تمشي برشا بلاويت يب فاهمة فاهمة حاجات فاهمة سلطة سمعت فاهمة سلطة من شوية فاهمة سلطة من شوية طاجين مدفونة بربي مدفونة من بعيد مدفونة خويا مدفونة مدفون هذيك اخر فريستايل هذاك نقفلوا بها نقفلوا بها معناها رمضان هذي ليه علاش مدفونه نقفلوا بها مش بيكم بيسيميست عليه ليه حاجه سبيسيال حاجه محلوله ما علاش علاش مدفونه نعملوا حاجه لا نحلوا بقلاوه 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 حلو بكعك الورقه نروح كعك ورقه خويا كعك ورقه اكثر حاجه احنا شعارنا معناها في البحر الازرق كنت تنجم تولي عاصمه كعك الورقه مع الزغوين فما زغوين ما نجيو احنا بلدي تاني بلدي تاني كعك الورقه دادي ميرسي بوكو اللي كنت معنا باش نعاودوا نشوفوك نتصور كل نهار اربع نفكر المستمعين اللي احنا ليميسيون تتعدى كل نهار اربع كل نهار جمعه من 9 ونص الليل على راديو مسك 106.9 نورمالمون كي نكملوا ليميسيون تلقاني ندور في الشارع 106.9 106.9 اللي سلم عليا يقول 106.9 ملي كان وسيم اي سي اس وين اي سي اس وين 106.9 مسك تعرف لبنى انا يمكن عمري ما حكيت انا وياك فيها الموضوع اما بل كي كنت نمشي ونجي برشا بالكهرباء انا ملي جيت البحر الازرق بقيت برشا بسكليت ديما راديو بتاع مسك ديما موجوده معناها مانيش نعمل في برومو اما ك حتى تر ما فهمش عادي اما اي كاليتي بتاع الموسيقى نتصور هذيك هو اكثر حاجه خلت العبيد فقدت عسختها ماما مسك وقعدت تسال علاش ما رجعتش وكيفاش بترجع دونك شراوت المسك شراوت المسك شراوت المسك حتى انا معناها صارت لي هيك نذكر معناها 2017 كنت نخدم أكي معناه فازيت في السيف كل شيء نسمع مسك مو والله لا برومو قال لي بعث لهم في المساج لا بعث لهم في المساج موسيقى كيب اب جايز نتاع موسيقى بالرسمي جاتني وقتها جاتني معناه ما عنديش تليفون كسر التليفون سو خرجت نخدم معناه ما عندي تليفون صغير معناه محترم فيه راديو كهو حتى كانت ممارلي سو قعدت معناه كلي مسك لين معناه كل مرة روح للدار نبدا نسمع أكي أبعث لهم شاراوت نبدا نخزر ميساج زعما يعملوا لي فيو اوكي جابوني الوداد يسالش والله فان اي ودارت واني خويا 106.9 مسك هكا ختامها مسك دادي يعطيك مسك عايشكم البيت احنا نكونوا خلطنا لل اخر اول حلقه ان شاء الله تكونوا سمعتونا وتفرجتوا فينا نزيد نفكر اللي احنا ان شاء الله كل هالاربعاء والجمعة من التاسعة سامحوني النص الليل على راديو مسك وسورتو زاد على لي بلاتفورم ديجيتال على يوتيوب على فيسبوك اللي ما خلطش يسمعنا على راديو نجم يعاود يفرج فينا في الليل باش نحاولوا نقدموا لكم برشا ارتيستوات اخرين وبرشا موسيقى ودايور فما الروبريك الاخرانية متاع ديميسيون باش يكون فما ديما اونور دو موسيق rediffusion تاع ان دي جي سيت ولا ان كونسير تاع ان دي زارتيست اللي تعدي في ليديسيون دو لاني تاع ويل اليوم باش تسمعوا دي جي سيت تاع نوري اللي هو من باش خليكم اللي ما يعرفوش يدخل يتفرج ويدخل يسمع سي ان تري غون ارتيست سي با ان دي جي سيت سي ان لايف تلعب في الحمامات دادي يعطيك الصحة لبنى ميرسي نورتنا الحوت عليك انت حوت عليك زيد على دادي والحوت على العبيد اللي تسمع فينا الكل نشوفوكم على قريب ليلتكم زينة وان شاء الله شهية طيبة اللي بشي تسحروا شهية طيبة صح سحوركم
وكما يقول نجيب كان حوت يعاون حوت حد ما يموت. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.